فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أكل الكبد التي للإبل تكون ناقضة للوضوء؟ هو الأظهر، هو الأظهر. المذهب لا، الكبد والكرش والمصران يقولوا ما هي بلحم هذه، لكن العموم يقتضي أن كل أجزاء الإبل أنه ينقض الوضوء، هذا هو الأظهر. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل عن شرب المرق إذا كان فيه لحم. إذا كان فيه لحم، إذا كان فيه لحم يعني أكلته وعلكته فهو ينقض الوضوء، أما مجرد الطعم فلا، ما ينقض الوضوء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.